تتجول هذه الغزلان في بقعة من صحراء المثنى بحثا عن طعام لها ضمن محمية صادر الجفاف غطاءها النباتي وجعل الريم تحت تهديد الموت المباشر. في هذه المحمية مات 40% من الغزلان خلال شهر مع انقطاع الدعم الحكومي وغلاء الأعلاف. كان في المحمية تقريبا 148 رأس من غزال الريم العراقي. بعد توقف تجهيز الأعلاف حدثت لدينا هلاكات، بدأت الهلاكات في يوم 29/4/22، استمرت الهلاكات إلى منتصف أو الثلث الأخير من الشهر الخامس، بلغ عدد الهلاكات 61 رأس، القطيع المتبقي عدده الآن 87 رأس غزال ريم عراقي. ويعد هذا الطبيب البيطري ومدير المحمية العلاجات المساندة والمقويات لما بقي من الغزلان على قيد الحياة، محاولا تعويض الأغذية الطبيعية بعد فقدانها. العوامل المناخية أثرت بشكل مباشر على قطيع غزلان الريم بسبب أن الأمطار تؤدي إلى ظهور النباتات البرية العشبية على أرض المحمية، وهذا الموسم بسبب قلة تساقط الأمطار بل شبه انعدامها أدى إلى عدم نمو أي نبات طبيعي على أرض المحمية. وينتشر غزال الريم في ليبيا ومصر والجزائر، لكن بادية العراق تعد موطنه الأصلي فيما يصنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة واحدا من الأنواع المهددة بالانقراض.